الأم مع أبنائها ما تحتاجك. أنت الرجل، أنت الزوج، الأم مع أبنائها لا توصي على عيالها، هذه غريزة، هذا شيء فطري فيها. المشكلة وين؟ المشكلة تجي لما أنت يا الأب ما تعرف دورك وشو. يعني مثلا أنا تزوجت، جبت، جاني أطفال، أجي مثلا يجيك واحد يقول مثلا وش سويت البيت، وش قاعد تسوي مع عيالك؟ أقول أنا ما خليت عليهم، ما قصرت عليهم شيء، سكنهم، أكلهم، شربهم. هذه يعني معلش، حتى لو عندك خيل تسوي له كذا، لازم تسكنه تأكله وتشربه، يعني هذا شيء أساسي. لا، السؤال هنا وين دورك كأب في المنزل، في البيت، في العملية التربوية، في مع الأم وأطفالها؟ أنا أشوف من أهم أدوارك أنك توفر لهم البيئة الآمنة، أمان للأم والأطفال. هذا أهم دور لك كرجل.